بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من الصفات التي لا ضد لها صفة التفشي، يبقى الصفات التي لا ضد لها صفة التفشي، الصفة السادسة صفة التفشي. التفشي في اللغة الانتشار، الانتشار، واصطلاحا انتشار الهواء في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الضاء. يبقى هم حرفين، يعني انتشار الهواء في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج ايه؟ الضاء. الضاء. يبقى يا استاذة الصفة السادسة من الصفات التي لا ضد لها صفة التفشي، والتفشي في اللغة الانتشار، واصطلاحا انتشار الهواء في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الضاء. وسميت متفشية لانتشار الريح في الفم عند النطق بها، انتشار الريح في الفم عند النطق بها، يعني سهلة خالص. من الصفات التي لا ضد لها، من الصفات التي لا ضد لها الصفة السادسة وهي صفة التفشي. التفشي في اللغة الانتشار، واصطلاحا انتشار الهواء في الفم عند النطق بالشين حتى يتصل بمخرج الضاء. وسميت متفشية لها فضيلة الشيخة مازر، understand mother، yes of course. وسميت متفشية لانتشار الهواء في الفم عند النطق بها. بارك الله فيك فضيلة الشيخة، جزاها الله خير، جزاها حبتي ما حبابة، بارك الله فيك، جعلنا في التوسلال، جعلنا صدق القادم جريت على